أشارت بيانات شهر سبتمبر إلى تحسن قوي في الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مدفوعا بتوسعات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة. وسجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي 55.2 نقطة في سبتمبر، ليظل متماشيا مع المتوسط التاريخي للمؤشر. لنتحدث أكثر عن وضع اقتصاد دبي مع تيم فوكس كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. أهلا بك في البرنامج. سؤالنا الأول بشأن مراقبة حركة الاقتصاد، وهناك شيء من التباطؤ وهي الأبطأ خلال الأشهر الأربع الماضية، هل ممكن أن نعلق الموضوع؟ صحيح، دائما نقول في الاقتصاد في دبي أن هناك حالة اعتدال في النمو أيضا، وليس هناك انكماش أو ما يسمى بالنمو البطيء، ولكن التوسع هو اللي يكون بطيئا. و من شهر أغسطس إلى سبتمبر هبوط من 55.2 إلى من 56.55.2، وبالتالي 55.2 هي حالة من التوسع، ولكن هناك حالة من الاعتدال بعد الصيف، وربما قد تكون قوة زخم جيدة. دعنا نسأل عن بعض التفاصيل من التقرير الذي صدر عنكم. هناك إشارة إلى القطاع غير منتج نفط، لماذا نركز على هذا؟ أن اقتصاد دبي هو اقتصاد غير نفطي، وأن الغرض من مراقبة الحركة هو الإمساك بهذه المؤشرات أيضا، ونؤكد على القطاعات الرئيسية فيه والتي تمثل قطاع غير النفطي فيه وفي الأساس، خاصة الأشياء مثل قطاع البناء والتجزئة والجملة والسياحة والسفر، والتي تؤثر على اقتصاد دبي، وبالتالي فإن معظم اقتصاد دبي غير نفطي، ولهذا نركز في هذا المؤشر على هذه القطاعات التي لا ترتبط بها النفط. وماذا عن النمو؟ هل كان إيجابي؟ نعم، هذه هي القصة برمتها، وخاصة في مؤشر حركة الاقتصاد في دبي، وأن القراءة لهذا القطاع بالتعريف وبالتأكيد مؤشر ذلك، وأن نحن نتطلع إلى توسع ولكن على مستوى معتدل متواضع مقارنة بالأشهر الأربعة الماضية. هناك نوع من التباطؤ في النشاط في شهر سبتمبر قياسا بالصيف. وماذا عن فرص التوظيف في شهر سبتمبر؟ هل هناك زيادة في هذا القطاع؟ ما نتطلع إليه وما ننظر إليه هو أن هناك نمو بطيء في حركة التوظيف، ويصل إلى مستوى الخمسينات الأقل، وبالتالي فإن هناك حالة من التباطؤ كما قلنا، ونلاحظ أن الشركات حذرة جدا في شأن التعيينات واستئجار موظفين جدد، ويدرسون التكلفة العالية التي تتزايد أيضا نتيجة ذلك، وتوليد أيضا النتائج التي يريد الوصول إليها، وبالتالي فإنهم يحاولوا السيطرة على مسألة توظيف الأشخاص، وبالتالي فإن فرص العمل ما زالت قوية وهي تتوسع بقليل ولكن ليس بدرجة واضحة، وبالتالي فإن هذا جزء من التحدي. وانتقالا إلى الأمام والنظر إلى عام 2018، ما هي توقعاتك؟ هل سنشهد نموا أفضل أم أننا سنحافظ على هذا المستوى من النمو؟ أعتقد بأن النمو في العام المقبل سيكون أفضل، وإذا ما فكرنا بالاقتصاد ككل في دولة الإمارات العربية المتحدة، فنتوقع بأن يصل النمو إلى 2% في هذا العام مقارنة ب 3%، وبالتالي فإننا نشهد نموا في الإمارات العربية المتحدة، وربما يكون أقوى أيضا في أجزاء أخرى من دول مجلس التعاون، وخاصة المملكة العربية السعودية. وأعتقد بأن الأسواق ستكون أكثر ثقة على المستوى العالمي، وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض أسواق آسيا أيضا، وبالتالي في الصورة العالمية ستكون أكثر إيجابية في العام المقبل. وأما على المستوى الإقليمي فتعتمد على ما تتخذه أوبك، وفي وضع أفضل حيث يكون الإنتاج النفطي أقوى من ذلك، وأعتقد أن ذلك قد يؤثر على النمو في اقتصاد دبي بحيث يستفيد من كل هذه العوامل.
إذن المسألة كلها مرتبطة بما يمكن أن يحصل في المشهد الجيوسياسي وعلى المستوى العالمي الذي يؤثر على الاقتصاد خلال الأشهر القليلة المقبلة. نعم إلى حد ما مرتبط بهذا الموضوع، ولكن لا يمكن أن نهمل ما الذي يحصل على المستوى العالمي وكذلك الحال وما يحصل في الإقليم والمنطقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولدينا أيضا التي طرحت الأفكار وما يمكن، والمفارقة في الموضوع أن هذا يجعل الأشهر أو النمو سابقة لكل التوقعات، وبالتالي خاصة من خلال إدخال ضريبة القيمة المضافة التي قد تؤدي إلى حالة من الحذر في الإنفاق، ولكن في وقت متأخر من هذا العام وفي بداية العام المقبل فإن المستثمرين والمستهلكين ربما يندفعون إلى مسألة المشتريات أكثر من التوقعات خلال العام المقبل. متى تعتقد بأن الاقتصاد سيتمكن من أن أن يحل تأثيرات هذه الحالة والعودة إلى فهم حركة السوق وتصبح جزء من حياتهم اليومية، وخاصة في مسألة وفي بداية العام عادة تكون السنة الأولى هي المهمة جدا في فهم مثل هذه الحالات بالنسبة لضرائب القيمة المضافة، ولن تؤثر على المشتريات كثيرا. وأعتقد أنها ظاهرة سيعتاد عليها الجمهور بسرعة كبيرة، وأعتقد من خلال تجاربنا في الخارج نجد أن مثل هذه المشاعر موجودة أيضا، وهناك استعداد أيضا للشركات والناس أيضا. نعم تحتاج إلى قليل من الوقت، ولكن في السنة الأولى ستكون الامتصاص الجيد لهذه الحالة مثل هذا التغيير. تيم فوكس كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شكرا جزيلا لك.